اهلا وسهلا بيكم. النهارده ميعادنا مع ضيف خفيف قوي وظريف، اللي هو ايه؟ الهريسه الحاره اللي هنحتاجها في وصفات كتير. مش عايزين نتكلم كتير، يلا بينا نخش على الشغل. شويه ميه في حله على النار، عليها فلفل حامي متنضف كويس، هنزود الكميه بالفلفل الرومي الاحمر. نجيب برتقانتين نبشرهم على الوش الخشن على الهريسه، ننزل بالصلصه البيوري، شويه خل. تمام الكلام؟ كلام جميل. ننزل بشوية ملح وشوية ثوم مفرومين أو سليم، كله هينطبخ مع بعضه على النار. نتأكد إن المزيج ده كله بقى مطبوخ وبقى تمام التمام، وميته بدأت تنشف فيه، وهو بدأ ينزل كل المية اللي فيه، وبدأ يعني يبقى تمام، مزيج حلو كده. نفرمه بالخلاط يبقى معانا شكله حلو. لو لقينا لونه فاتح نزود شوية بابريكا. وصفة خفيفة هنحتاجها في وصفات كتير قوي إن شاء الله في شهر الصيام. كل سنة وأنتم طيبين، ولو للمطبخ غاوي ركز معاه، مطبخ الحاوي. سلام.